Les élèves de la première année secondaire, vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC français. طلاب أولى ثانوي أهلا وسهلا بيكم في الحلقة ال 13 من شرح المنهج على قناتنا PDC français. واللي فاتوا أي حلقة من الحلقات اللي فاتت هيقدر يلاقيها بسهولة على القناة في الجزء المخصص لأولى ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض يونيتي 2 اللي اسمها Le Club des Artistes. هنشتغل فيها اللسون الأولانية كلها اللي هي اسمها Identifier et décrire les objets. بتكلم عن الحاجات والأشياء اللي ليها علاقة بالكلاس واللي ليها علاقة بكل بأشياء اللي بناخدها معنا في المدرسة وحاجات تانية غيرها كتير. هنخلص اللسون كلها إن شاء الله زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وهيبقى فاضل لي الحل عليها وبقيت لسون 2 و 3 هنحاول نخلصهم في حصتين بالكتير ان شاء الله، علشان خاطر ما نتاخرش في المراجعات اللي قبل الامتحان. طيب تعالوا نبدا على طول بالليكسيك ده اللي هو بيبقى مجمع ليه علاقه بالانيوتي كلها. في الاول تعالوا نشوف النوم ماسكولين الاسماء المذكره اللي موجوده. ان ارتست ده الفنان، ان ار يعني فن، ان انيفرسير عيد ميلاد، ان ادوليسان او ادو ده المراهق، ان باتو المركب، ان براسلي ده الاسوره او الحظاظه، ان بات بيرو ده المكتب، ان توب دو كول ده اللي هو الصمغ او الحاجات اللي بنلزق بيها، ان توب دو بينتور الوان الرسم، انبوبه الالوان، ان لكتور ام بي 3 مشغل موسيقى، ان كادو هديه، ان ديسان رسمه بس بالالوان الخشب او بالقلمه الخشب، ان جو هو الميل او الرغبه في حاجه، ان جو هو اللعبه، ان اوبجي هو الشيء، وان سي دي الاسطوانه، وان اورديناتور الكمبيوتر، ودي سيزو المقص. تعالوا نقولهم مع بعض. ان ارتست، ان ارتست، ان ار، ان ار، ان انيفرسير، ان انيفرسير، ان ادوليسون، ان ادوليسون، ان باتو، ان باتو، ان براسلي، ان براسلي، ان بيرو، ان بيرو، ان توب دو كول، ان توب دو كول، ان توب دو بينتور، ان توب دو بينتور، ان ليكتور ام بي ام بي ام بي 3، ان ليكتور ام بي 3، ان كادو، ان كادو، ان ديسان، ان ديسان، ان جو، ان جو، ان جو، ان جو، ان اوبجي، ان اوبجي، ان سي دي، ان سي دي، ان اورديناتور، ان اورديناتور، دي سيزو، دي سيزو. تمام، تعالوا نشوف الكلمات المؤنثه او النون فامينا. هنا بيقول لي اون بال هي الكره الصغيره، اون شاز ده الكرسي، اون شامبر دي الحجره، اون دات التاريخ، اون راكيت ده مضرب، اون كونسول دو جو دي الالعاب الفيديو جيم، اون كاسكيت ده الكاسكيت او الكاب، ماكيت ده نموذج مجسم لحاجه، اون باسيون هوايه او شغف، اون بينتور ده الرسم بالفرشه، لا جيوغرافي هي الجغرافيا، لا ليكتور هي القراءه. تعالوا نقولهم مع بعض تاني. اون بال، اون بال، اون شاز، اون شاز، اون شامبر، اون شامبر، اون دات، اون دات، اون راكيت، اون راكيت، اون كونسول دو جو، اون كونسول دو جو، اون كاسكيت، اون كاسكيت، اون ماكيت، اون ماكيت، اون باسيون، اون باسيون، اون بينتور، اون بينتور، لا جيوغرافي، لا جيوغرافي، لا ليكتور، لا ليكتور. الفربات بقى الافعال، فرب ادوري يعني يعشق، ايمي يعني يحب، ديتستي بيكره، اريفي يعني يوصل، دوموندي يعني يطلب او يسال، ديكرير يعني يصف، اوفرير يقدم ليه، انتري يعني يدخل، اكسبريمي يعبر عن، فير يعني يعمل او يفعل، باسي يعني يمر، رانجي يعني يرتب، سوتروفي يعني يقع او يوجد، ادميري يعني يعجب به. ادوري، ادوري، ايمي، ايمي، détester, détester, arriver, arriver, demander, demander, décrire, décrire, offrir à, entrer, entrer, exprimer, exprimer, faire, faire, passer, passer, ranger, ranger, se trouver, admirer, admirer. تعالوا
تعالوا نكمل. الصفات الظروف حروف الجر التعبيرات. رانجي يعني منظم أو مرتب. برازيليان أو برازيليان يعني برازيلي. سيكان يعني متى هذا. سوبر رائع. سيل تو بلاي يعني من فضلك. جو سي يعني أعرف. كو في تيل ماذا يفعل. إدمي يعني ونص، وده تعبير عن الاستحسان. رانجي رانجي برازيليان 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 سيكان سيكان سوبر سوبر سيل تو بلاي سيل تو بلاي جو سي جو سي كو في تيل كو في تيل اي دومي اي دومي. نكمل. ده اكزرسيس طبعا اكيد ليه علاقه بالبارتي الاولانيه بتاعه الفوكابولير. ده ولد. Je m'appelle Alex. اسمي Alex. Et j'ai 15 ans et demi. عندي 15 سنة ونص. طبعا الحاجات اللي بيعمل عليها like دي الحاجات اللي بيحبها جام، والحاجات اللي dislike اللي هي je n'aime pas ما بحبش. بيحب الار والـ music الفن والموسيقى، وما بيحبش الجيوغرافي واللكتور، ما بيحبش الجغرافيا والقراية. تمام. هنا اول حاجة دي الوان اهي، وتاني حاجة الوان برضو. تمام. وتالت حاجة هي تقريبا ده جيتار. أليكس عنده كم سنة؟ 15 ادمي 15 ونص. إجابة نمرو بي. أليكس ما بيحبش إيه؟ كان الجيوغرافي تقريبا واللكتور اللي هي هنا اللكتور. الإجابة نمرو دي. أليكس أم أليكس بيحب الآر أو الموسيقى، كان بيحب الموسيقى والرسم. إجابة نمرو سي. سور الفوتو نمرو 1، الفوتو الأولانية اللي كان فيها الألوان الخشب، يبقى دي كريون دو كولور ألوان خشب. إجابة نمرو أ. تعالوا نشوف اللي بعد كده برضو، دي حاجة ليها علاقة بالفوكابولير. لورا وأليكس، ده لورا وأليكس. دون لا شامبر دأليكس، ده في حجرة أليكس. كاسكو سي، ده ايه ده؟ فلا سي تيم براسلي برازيليان، دي حظاصة برازيلي. سي لا شامبر، دي اوضة مين؟ واضح ان هي داخلة عليه، يبقى ده اوضة اليكس. سور لو بيرو، كان في ايه في البيرو؟ كان في اورديناتور، في اهو كمبيوتر، يبقى اجابة نيميرو بي. اليكس بيحب الايه؟ تعالوا نشوف من الحاجات اللي فيها الاوضة. في مزيكا اهي، في مضرب تنس، في حاجات كتير. تعالوا نشوف كده. باسكت فولي تنس، اجابه نمرو دي. اليكس بيعمل ايه بالظبط؟ اليكس هو ماسك حظاظه في ايده او بيحضر بيعمل حظاظه، يبقى امبراسلي. اجابه نمرو سي. تعالوا نشوف نكمل. الديالوج اللي كان موجود في كتاب المدرسة هيتقسم لجزئين. الجزء الأولاني هنا لورا وأليكس برضو. سالو هاي، سالو لورا، انتر سافا، ادخلي انت كويسة. كاسكو سي، ايه ده؟ سي تيم برازلي برازيليان بور لانيفرسير دان كوبان، دي عزازة برازيلي لصديق عشان عيد ميلاده. ان كوبان صديق. ايه كما ايل سابيل، واسمه ايه؟ قال لها يوجو. كال اجيلا، عنده كام سنة؟ قال لها كانزان 15. ايه سي كان سون انيفرسير، وامتى عيد ميلاده؟ فقال لها لو 10 اكتوبر، يوم 10 اكتوبر. ايه الى، وهو عنده، وسكت. لورا وأليكس فين؟ في الشامبر. إجابة نيميرو بي. لوك 10 أكتوبر سو لانيفرسير، عيد ميلاد مين؟ صديق لأليكس، إن كوبان. إجابة نيميرو دي. أليكس أفر، أليكس هيدي إيه لأوغو؟ إن براسلي. إجابة نيميرو أ، هيدي له حظاظة. أوغو عنده كام سنة؟ يبقى كانزون. إجابة نيميرو سي. نكمل. ده بقية الديالوج. أليكس تو مو باس لي سيزو سيل تو بلاي، ممكن تديني المقص لو سمحتي؟ فلورا قالت له وا اون ماكيت دو باتو، ايه ده؟ هو ده ماكيت، ماكيت لي باتو. قال سوبر، دي رائعه. فأليكس قال وي جادار لي ماكيت، انا بحب الماكيت، بحب الماكيت بتاع الاشياء يعني. اموا لي براسلي برازيليان، وانا بحب العزازات البرازيلي. اموا انيفرسير، وعيد ميلادي سي لو يوم. فاليكس قال لها وي لو 6 نوفمبر، شو سي؟ انا عارف هو يوم 6 اكتوبر.
لورا باس، لورا اديت له ايه؟ اديت له سيزو اللي هي الاجابه نيميرو بي. طيب هنا الانيفرسير دولورا كان لو 6 نوفمبر، كان يوم 6 نوفمبر. اجابه نيميرو ا. اليكس ادار، اليكس بيحب ايه؟ اكتر حاجه بيحبها اليكس هي الماكات. اجابه نيميرو سي. اليكس سي دولورا، اليكس بيحب ايه؟ الحاجات اللي بتحبها لورا. يبقى لا باسيون دولورا، لا هو بيعرف مع تاريخ عيد ميلادها لان هو اللي قاله تقريبا في الاخر. تمام، يبقى لا دات دو لانيفرسير، تاريخ عيد ميلادها. تمام، خلينا نكمل. هنا ده الفوكابولير، كان احنا خلصنا البارتي اللي هو التمهيد بتاع اليونيتي التانية. ندخل بقى على اللسون التانية، اللسون الأولانية. تمام، ده فوكابولير اللي ليه علاقة بالدرس الأولاني بس. تمام، خلصنا احنا التمهيد خلاص بالحل بتاعه. نون ماسكولين هنا الأسامي المذكرة، هنا هي كلمة كونتينيو يعني محتوى، انكيت دي محتوى مجموعة الأدوات أو العدة يعني. انجو ده اللعبة، الوزير وقت الفراغ. اناي ده العين، وديز ديو هي العيون. امبورتابل ده التليفون المحمول. امبورت كلي دي مدرية المفاتيح. ان بازل ده لعبة البازل. راب ده الموسيقى، راب يعني. ان ساك ادو شنطة الظهر. ان فيتمون ده اللبس. وان شيان ده الكلب. تعالوا نقول مع بعض. ان كونتينيو، ان كونتينيو، ان كيت، ان كيت، ان جو، ان جو، ان لوازير، ان لوازير، ان اي، ان اي، ديز يو، ديز يو، ان بورتابل، ان بورتابل، ان بورت كلي، ان بورت كلي، ان بازل، ان بازل، لو راب، لو راب، ان ساكادو، ان ساكادو، ان فيتمون، ان فيتمون، ان شيان، ان شيان. طيب تعالوا نشوف الكلمات الفامينه، النون فامينه. بيقول لي une activity يعني نشاط، une bande dessinée أو البي دي ده قصة مصورة زي ميكي وبطوط وكده، une clé ده المفتاح، une chose ده الشيء، une casquette ده الكاب، و une école المدرسة، une fête هي الحفلة، une raquette de tennis مضرب التنس، ودي vacances هي الأجازة. تعالوا نقولهم مع بعض. une activité، une activité، une bande dessinée، une bande dessinée، une clé، une clé، une chose، une chose، une casquette، une casquette، une école، une école، une fête، une fête، une raquette de tennis، une raquette de tennis، des vacances، des vacances. طيب بالنسبة للفربات الأفعال، collectionner يعني يجمع، أو continuer يعني يستمر، chercher يعني يبحث عن، dessiner يعني يرسم، donner يعني يعطي، identifier يعني يحدد هوية، préparer يعني يعد أو يجهز، utiliser يعني يستخدم، وranger يعني يرتب. نقوله مع بعض: collectionner، collectionner، continuer، continuer، chercher، chercher، dessiner، dessiner، donner، donner، identifier، identifier، préparer، préparer، utiliser، utiliser، ranger، ranger. الفورنيتور سكولير أو أدوات المدرسة هي un correcteur liquide ده الكوريكتور بس الليكويد يعني اللي هو السائل، ان كرايون قلم رصاص، ان كاييه كراسه، ان دوسيه ده اللوسي او الفايل، ان فتر قلم السبوره و او القلم الالوان، ان ليفر كتاب، ان ستيلو قلم رصاص، ان سور لينيور ده اللي هو الهايلايتر اللي هو الفوسفوري ده، ان تاي كرايون دي البريه، تيوب دو كول اللزق، وان فوي دو بابيي ورقه، وان جام اللي هو الجومه، كالكولاتريس الكالكوليتر الى الحاسبه، اون راجل مسطره، اون تروس المقلمه، ودي سيزو المقص، دي كريون دو كولور الوان اللي مال الالوان. تعالوا نقولهم مع بعض. باردون،
un correcteur liquide, un correcteur liquide, un crayon, un cahier, un dossier, un feutre, un livre, un stylo, un surligneur, un taille crayon, un tube de colle, une feuille de papier, une gomme, une gomme, une calculatrice, une règle, une trousse, des ciseaux, des crayons de couleur. نكمل. الأدجكتيف الأدفيرب بريبوزيسيون إكسبرسيون حروف الجر والتعبيرات. إديال يعني مثالي، مانويل يعني يدوي، كولوري يعني ملون، بيتي يعني صغير، جران يعني كبير، أوسي أيضا، إليا يعني يوجد، مي ولكن، تري يعني جدا، نيسيسير ضروري، دون يعني في أو بداخل كذا، سو تحت، سور فوق، وأكوتي دو بجانب، نوفو يعني جديد، ونوفيل هي هي برضو جديد بس الفمينا، بو يعني جميل، وبال جميل. الفيمينين والماسكولين برضو. إديال إديال، مانويل مانويل، كولوري كولوري، بتي بتيت بتي بتيت، جران جراند جران جراند، أوسي أوسي، إليا إليا، مي مي، تري تري، نيسيسير نيسيسير، دون دون، سو سو، سور سور، أكوتي دو أكوتي دو، Nouveau, nouveau, nouvelle, nouvelle, beau, beau, belle, belle. نكمل. تعالوا نشوف التكستات اللي ليها علاقة بالبارتي دي. هنا بيقول لي devant la chambre de Paul، قدام أوضة بول. مسيو رومان وبول بيتكلموا مع بعض. مسيو رومان، سالو بول، هاي بول، سي لا رونتري سكولير سافا. دي دخول المدرسة كله تمام. فقال له بونجور بابا، صباح الخير يا بابا، سافا تمام، اي جو بريبار مون ساك كادو، بحضر شنطة المدرسة بتاعتي. كاسكو تويا دون تون ساك، عند معاك ايه في الشنطة؟ قال له دي ليفر، كتب، دي كايي، وكراسات، اي اون تروس، ومقلمتي. كاسكو ليا دون تا تروس، وايه اللي موجود في مقلمتك؟ قال له دون ما تروس ايديا، في مقلمتي فيه ستيلو، قلم جاف، كريون، قلم رصاص، جوم وجومة، وان رجل، ومسطرة. الدوكيمون ده عبارة عن ايه؟ طبعا ديالوج، اجابة نيميرو بي. سي بيرسون سون، الناس دي موجودة فين؟ طبعا على ميزون، في البيت، اجابة نيميرو بي. دون لا ساك دو بول اليا، في شنطة بول في ايه؟ في ليفرو كايي، ليفرو كايي وتروس، يبقى ديليفر، الاجابة نيميرو سي. بول بارل دو كونتينيو دو، بول بيتكلم عن محتوى ايه؟ بيتكلم عن محتوى المقلمة بتاعته، ساتروس، الاجابة نيميرو ا. تعالوا نشوف الدوكيمون اللي بعدها. ده عبارة عن ايميل، لا مش ايميل، هو ده لتر، دي عبارة عن لتر، تمام. بيقول لي هنا سالو مارتين، هاي مارتين، جي ان ساك ادو ماران، عندي شنطة مدرسة لونها بني. دون لو ساك il y a 5 cahiers، في الشنطة في 5 كراسات، دي ليفر و 3 كتب، 3 ليفر 3 كتب، اي اون تروس ومقلمة، اي دون ما تروس، في مقلمتي، جي دو كريون، في قلمين رصاص، 12 كريون دو كولور و 12 قلم الوان، تون اميك شودت وصديقتك شودت، كلو هي المفروض كلودات مش شودات، يعني مفيش حاجة اسمها شودات، القش دي زيادة. كلودات بارل بتتكلم عن ايه؟ كلودات بتتكلم عن اللي موجود في الشنطة بتاعتها، واللي موجود في المقلمة بتاعتها، يبقى سون ساك، الإجابة نيميرو بي. كلودات ا اون تروس، وكلودات عندها مقلمة ايه؟ روز، إجابة نيميرو سي. كلودات ا كريون دو كولور، عندها كام لون ألوان؟ يبقى دوز، الإجابة نيميرو دي. كلودات اي دو مارتين، كلودات اي بالنسبة لمارتين هي الأمي بتاعتها أو الكوبين، الإجابة نيميرو سي. صفحة فاضية، تعالوا نكمل.
الفورنيتور سكولير او المستلزمات المدرسه. تمام، بسال سؤال بكاس كوسي ايه هو ده، فبيرد بيبقى بسي والشيء اللي هو موجود. سيت ان ستيلو، سيت ان كريون، سيت ان سورلانيور، سيت ان غام، سيت ان توب دو كول، سيت ان رجل، سي سون دي سيزو، سيت ان دوسيي، سيت ان كايي، سيت ان ساكادو، او C'est un taille-crayon, c'est une feutre, c'est un livre, c'est un correcteur liquide, ou ce sont des crayons de couleur. Mais ici, là où il y a des choses à la chagette, مفرد, ou ce sont là où il y a des choses à la طيب تعالوا نشوف هنا ايدنتيفي لي زوبجي عشان احدد حاجه معينه. بستخدم لي زارتيكل ديفيني، ادوات المعرفه اللي هم لو، لو بتكلم على حاجه ماسكولين زي لو ستيلو او لو براسلي، لا لو بتكلم على حاجه فيمينا زي لا جام او لا تروس، الابوستروف لو بتكلم على حاجه اولا فويل زي لورديناتور او ليكال، ليه لو بتكلم على حاجه جمع زي لي دوسيي او لي فوتو. دول طريقتين عشان اتكلم بيهم او عن الحاجات احددها، بقول سي او سوسون زائد ادوات المعرفه ودو والمالك بتاعه، زي مثلا سي لو ليفر دو ماريون، هذا كتاب ماريون، او سوسون لي ليفر دو ماريون، دول كتب ماريون. او ممكن اقول فاسي والحاجه على طول اللي انا عايزاها بادوات المعرفه برضو، والدو والمالك، زي سو فاسي لو ليفر دو ماريون او فاسي لي ليفر دو ماريون. تمام، يعني ممكن استخدم سي لو انا بتكلم على حاجه مفرد، او سوسون لو حاجه جمع، او فاسي لو بتكلم على حاجتين، عادي مفيش مشكله. نكمل. خلي بالي من حاجه، ان انا لما باجي اتكلم عن ادوات نكره او معرفه، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنا بقول ستين كايي كتاب وخلاص، كراسه وخلاص، او سوسون دي كايي كراسات وخلاص. لكن عشان اقول انها حاجه بتاعت حد او يبقى في دو موجوده في الموضوع، لازم استخدم ادوات معرفه اللي هما لو ولا ولي والابوستروف. يبقى لو الحاجه كده محطوطه كده من غير دو، يبقى استخدم ادوات نكره اللي هما او ان ودي. لو الحاجه بتاعت حد معرفه، يبقى لو ولا ولي والابوستروف. طيب تعالوا نشوف كده. Remplace les points par le, la, les ou l'apostrophe. Chaque kelma masculin a t'achoud le. Tu prends clé de papa. D'où le gamin a t'achoud le. Et où la voyelle école a t'achoud l'apostrophe. Casquette féminin a t'achoud la casquette. Bande dessinée, kelma pluriel a t'achoud le. Basel, kelma masculin a t'achoud le. Vacances, kelma pluriel a t'achoud le. Rap, kelma masculin a t'achoud le. Chambre, كلمة féminin هتاخد لا. Ami d'Alex, أولا voyelle هتاخد l'apostrophe. Crayon rouge, كلمة pluriel هتاخد لي. Musique, كلمة féminin هتاخد لا. Ami, آخرها S, تبقى pluriel هتاخد لي. Trousse, كلمة féminin هتاخد لا. Portable, كلمة masculin هتاخد له. تمام، article défini برضو تاني. كلمة maison كلمة féminin هتاخد لا. غام féminin هتاخد لا. crayon اخرها s pluriel هتاخد لي. كادو masculin هتاخد له. ordinateur اولا voyelle هتاخد الابوستروف. activité اخرها s هتاخد لي. وبراسلي كلمة masculin هتاخد له. anniversaire اولا voyelle هتاخد الابوستروف. وتروس كلمة féminin هتاخد لا. وامي اخرها s هتاخد لي. تمام، الجرامر بتاع اللسون دي سهل جدا. نكمل. ليكتور ام بي 3، ليكتور ام بي 3 ماسكولين هتاخد له. فيت دانيفرسير بلوريال هتاخد لي. فوتو بلوريال برضو هتاخد لي. تمام، برضو هنا ارتكل ديفيني تاني. سيزو بلوريال هتاخد لي. كوركتور ماسكولين هتاخد له. تروس فيمينين هتاخد لا. فتر ماسكولين هتاخد له. كايي اخرها اس بلوريال هتاخد لي. رجل فيمينين هتاخد لا. ستيلو ماسكولين هتاخد له. غام فيمينين هتاخد لا. ايكول اولا فويل هتاخد الابوستروف. كايي ماسكولين هتاخد له. اكتيفيتي مانويل اخرها اس يبقى لي. ساكادو ماسكولين هتاخد له. تاي كريون ماسكولين هتاخد له. فات فيمينين هتاخد لا. فوتو فيمينين هتاخد لا. توب دو كول ماسكولين هتاخد له. ليفر اخرها اس يبقى لي. دوسيي ماسكولين هتاخد له. ساكادو ماسكولين هتاخد له. طب اجمع جمع الصفات بقى، احنا اخدناهم في مينا.
هنكملهم. بتي لو عايزه اجمعها هحط اس، جران لو عايزه اجمعها هحط اس برضو، قال الاساسيه اني بحط اس اصلا، والفيمينان بتاعتها بعد ما بحط او بحط برضو اخره اس. طب لو انا اصلا القاعده في اخرها اس او اكس، لان انا بجمع بالاس او الاكس، هتبقوا زي ما هما. بس في حاله الفيمينان عشان هي فرانسيز وسيريوز هحط اس في الاخر. اللي اخرهم او او بجمعهم بالاكس زي نوفو وبو. اللي اخرهم ال بحول ال او او اكس زي جينيال، هتبقى جينيو. وفي حاجات بتفضل على حالها زي ما هي زي سوبر وأورانج ومارون. تمام. لو انا بجمع جملة بقى، ال هتتحول لإيه افيك اس؟ ال اي طبعا الفيرب هيبقى سان، بافار هزود اخرها اس. الى دي ستيلو لو انا عندي جمع وعنده لما كتير، طب عايزة ازود في النص صفة، يبقى هحول الدي دي لدو، يبقى الى دو نوفو ستيلو. طيب رامي ايه هو ده سان سيريو؟ لو انا عندي رامي وهدى، لو عندي ولد وبنت، يبقى بشتغل طبعا على اساس انها مذكر، فهحط اللي هي ايه الصفة الجمع، بس جمع الولاد. تمام. تعالوا هنا نشوف. شوزي لا بون ريبونس. جيم كلمة براسلي كلمة ماسكولين، يبقى هتاخد وجمع طبعا، يبقى هتاخد بوتي اللي هي الإجابة نيميرو بي. لي فوازين دو ماري سان، فوازين كلمة فيمينا. تمام. هيبقى فافارد اللي آخرها اللي هي آخرها أو إس اللي هي نيميرو سي. إلا دي جام كلمة جام كلمة فيمينا وكلمة بلوريال هنا، يبقى نوار إجابة نيميرو دي. لي كريون دو نادا كلمة ماسكولين وبلوريال، يبقى فير إجابة نيميرو بي. لي كوبين دولورا، لو كوبين دولورا دول فيمينا وبلوريال، هيبقوا سيمباتيك الإجابة نيميرو أ. لي فتر دالي سون، فتر كلمة ماسكولين وبلوريال، هيبقوا أورانج تنفع مع كله. ماري اي مارتين دول بنتين وبلوريال، يبقى جمال إجابة نيميرو دي. الفوازين الفوازان دو ماري دول ماسكولين وبلوريال، هيبقوا تيميد إجابة نيميرو بي. جولييت اي مارين دول بنتين، يبقى فيمينا وبلوريال، يبقى اوردوني اجابه نيميرو بي. ستيفان اي بول، ستيفان وبول دول ولدين وبلوريال، يبقى بافار اجابه نيميرو سي. مي فرير سون ولدين بلوريال، يبقى سيريو اجابه نيميرو ا. أليكس وزوي تمام، ولد وبنت، بس انا هتعامل على اساس ان هم ولاد، يبقى جورما اجابة نيميرو بي. بول وبيير ولدين، يبقى انتليجون اجابة نيميرو ا. جادور لي ستيلو، كلمة ستيلو كلمة بلوريال و ماسكولين، يبقى كولوري الاجابة النيميرو دي. سامي اي علي سان، سامي وعلي دول ولدين وبلوريال، هيبقوا سيمباتيك هي اجابة نيميرو بي. جيم لي ماكيت دي باتو، ماكيت فيمينا بلوريال، يبقى جراند اجابه نيميرو بي. شوازي لا بون ريبونس برضو، سو سون دي في، كلمه في كلمه فيمينا، هتبقى جينيال اللي هي الاجابه نيميرو دي. ال سون برضو فيمينا بلوريال، يبقى جراند اجابه نيميرو بي. ميز امي سون دي فيمينا وبلوريال، يبقى سوبر عشان بتنفع مع كله. جي دي ستيلو، كلمة ستيلو بلوريال وماسكولين، يبقى نوار إجابة نيميرو بي. لي كوبان دو روبر، كوبان كلمة ماسكولين بلوريال، يبقى تيميد عشان بتنفع مع كله، إجابة نيميرو سي. جيم لي براسلي، كلمة براسلي ماسكولين بلوريال، يبقى برازيليان إجابة نيميرو سي. إلى نوفو كريون، بما إني حطيت نوفو في النص، يبقى دو الإجابة نيميرو سي. جي دو سور، كلمة فيمينا بلوريال، يبقى جراند إجابة نيميرو دي. نكمل هنا بقى. مروة إبل، يبقى مروة وسلوى سون بل، إجابة إجابة بل هتحط آخرها إس. جينيال هتبقى جينيو، هشيل الـ أل وأحط أ أو إكس. سي ستيلو سون، هنا نوفو هحط اكس برضو. مريم اي سامير، سوريان تاخر اس، هنا سيمباتيك زي اخر اس. سوسيابل اخر اس، هنا باسيون اخر اس، اوردوني اخرها اس.
برضو هنا لو انا عايزة ازود حاجة، جاسبر ادي زوردوني، جاسبر ده اسم ولد يبقى مش هزود حاجة، بس جولييت ومارين هحط اس، ستيفان وبول بافار هحط اس، مي اوسي سيمباتيك هحط اس، لي فوتو دو ما مي فاكانس برضو هحط اس في الاخر عشان انا بتكلم عن فوتو كتير، اليكس ام لي فات دانيفرسير، الي جورمون مش هحط حاجة خالص عشان بتكلم على ولد، بلاف اي بلوف سون دي شيان ايل سون بيتي اس و جونتي اس. J'adore des vêtements colorés. Vêtements colorés, j'ajoute à l'écrire S. Les cahiers de Hugo sont rouges, j'ajoute à l'écrire S. Laura a les yeux verts, j'ajoute à l'écrire à bord du S. بالنسبة للاستفهام هنا عندي اسكو اللي هي هل، لازم الاقي في الاجابات يا وي يا نو، يا نعم يا لا. اسكو تو دي انستيلو، عندك قلم، وي جي انستيلو او وي نو، لو لا يبقى جي ان كريون. طب لو انا عندي لازم احول الضمير تو لو جو، لو انا عندي سؤال ممكن استفهم برضو باسكو، وممكن استفهم باللهجة زي تو انستيلو، هو انت عندك قلم، او ممكن اعكس الفعل والفاعل يبقى بدل تو هتبقى تو انستيرو، ده برضو بيأدوا نفس المعنى اللي هو هل. نكمل. عندي استفهام بكاسكو او بكو اللي هي معناها ماذا. كو في اليكس، بيعمل ايه اليكس؟ اليكس في ام براسلي، بيعمل براسلي. كاتو دون تا شامبر، عندك ايه في اوضتك؟ دون ما شامبر جي ان كونسول دو جو اي ان اورديناتور. او كاسكو تو يا دون تا تروس، ايه اللي معاك؟ كلهم بمعنى ماذا. كاسكو سي او سيكوا يعني ما هذا، بسأل بيه عن الاشياء تمام، سواء مفرد او جمع، بقول كاسكو سي او سيكوا، سي تيم براسلي او سي لا راكيت دو داليكس او سوسون دي راكيت. السؤال عن شخص هو فين او اين هو، او اين ولورا، او وممكن استخدمها برضو للاشياء، او او سون لي سيزو، فين هما السيزو. تعالوا نحل على ده، بيقول لي هنا ايه. شوازي لا بون ريبونس، اسكو سي يبقى كاسكو سي، اجابه نيميرو سي. اي لوسي يبقى او لوسي، في فين لوسي، اجابه نيميرو ا. في اليكس تمام، كو في اليكس، بيعمل ايه اليكس، اجابه نيميرو دي. اي لو ستيلو، او لو ستيلو، هو فين ستيلو، اجابه نيميرو دي. ام تو يبقى كام تو، اجابه نيميرو سي. ابي تو، فين ساكن، يبقى او ابي تو، اجابه نيميرو بي. دي سين عمر، يبقى كو دي سين عمر، ايه بيرسموا عمر، اجابه نيميرو دي. Alain A يبقى كاسك Alain A، عنده ايه Alain؟ ايه la raquette de bateau؟ وايه la raquette de bateau، هي فين؟ رومان في، يبقى كاسك رومان في، بيعمل ايه؟ ليا ان ساك ادو، اسكو ليا، هي عندها ساك ادو. تو يا دون تاتروس، يبقى هسأل على الحاجات، يبقى كاسك تو يا دون تاتروس، اجابة نيميرو سي. ايه la palette de Léo، تمام، يبقى وايه la palette de Léo؟ ليو، إجابة نيميرو سي. هنا tu aimes les activités manuelles، اسكو هل انت بتحب الاكتيفيتي مانويل، إجابة نيميرو بي. اي مون براسلي، هيسأل هي فين، وي مون براسلي، إجابة نيميرو دي. سي سي كوا، هو ايه ده، إجابة نيميرو دي. as-tu dans ton sac à dos، عايز اسأله هو ايه اللي معاه، يبقى as-tu، إجابة نيميرو ا. tu as ton cahier d'exercice، هسأله هل انت معاك، يبقى اسكو، اجابة نيميرو دي. نكمل. partir communiquer، هنا بقى بيقول لي، هنا بقى pour identifier un objet، عشان حدد حاجة بقول كاسكو سي، او اكي ايه لا تابلت، بتاع مين، سي تون تابلت، كاسكو سي الاول هو ايه ده، يبقى سي تون تابلت، وبسأل تاني اكي ايه لو تابلت، ده لمين، فلا سي لو تابلت دو لورا، ده بتاع لورا. puis informer sur les fournitures scolaires، عشان اسال عن الادوات المدرسيه. كاسكو tu as dans ton sac à dos، ايه هو اللي معاك في شنطه المدرسه. j'ai une trousse de livres et des cahiers، عندي مقلمه وكتب وكراسات.
pour demander le lieu d'un objet, عشان أسأل عن مكان شيء. Où est mon porte-clé? فين مدلية المفاتيح بتاعتي؟ Il est dans ton sac à dos, في شنطة المدرسة بتاعتك. تمام. هنا بقى السيتواسيون، بس ده شرح للسيتواسيون. بيقول لي هنا في نيميرو 1 pour demander à un copain d'identifier un objet étudié، عشان اطلب من شخص يقول لي على حاجة ايه هي دي، فبقول كاسكو سي، ايه هو ده، سي كوا او سي كوا، ايه هو ده برضو. tu identifies un objet étudié، انت بقى بتوصف الحاجة او بتقول الحاجة هي ايه. c'est un portable، ده موبايل. c'est le portable de Laura، ده موبايل لورا. tu parles de tes fournitures scolaires، tu dis، بتتكلم عن ادواتك المدرسية، فبتقول اي حاجة من دول بقى. جي ان سور لينيور، يعني ان توب دو كول دون ماتروس، او دون ماتروس اليا مثلا ان ستيلو و اون جام، دون مون ساك دو جي دي ليفر اي دي كايي. نيميرو 4 tu demandes à ton copain le contenu de son sac à dos، tu dis، بتسأل صديقك عن محتوى شنطة المدرسة بتاعته، فبتقول له qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos، او qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos، والاثنين بمعنى ايه هو اللي معاك في شنطة المدرسة بتاعتك. نيميرو 5 tu demandes à ton ami ce qu'il a dans son sac à dos، il dit، بتسأل صديقك ايه الحاجات اللي معاه في شنطة المدرسة بتاعته، فبيقول لك j'ai des livres une trousse، j'ai des cahiers et des livres، j'ai des fournitures scolaires، اي حاجة من اللي موجودين في الساك دو. نيميرو 6 ان كوبان تو دوموند سو كو تو يا دون تا تروس تو دي، صديق بيسألك ايه هي الحاجات اللي معاك في مقلمتك، فبتقول له جي ان ستيلو اي اون ريجل، في معايا قلم وجو ومسطرة، جي ان فاتر اي دي كريون دو كولور، معايا قلم الوان وقلمة الوان خشب وفلوماستر يعني، اليا دي كريون اي دي جوم، وفي معايا قلمة وجوم. ست ton ami te demande comment est ta trousse، tu dis، صديقك بيسألك مقلمتك عاملة ازاي، شكلها ايه، هتقول مثلا elle est grande et rouge، كبيرة وحمراء، ma trousse est petite et en couleur، في ألوان كتير وصغيرة. نيميرو 8 ان كوبان تو دوموند ديز اكتيفيتي بريفيري، تو دي، صديقك بيسألك ايه هي الأنشطة المفضلة بالنسبة لك، فهتقول له جيم ليز اكتيفيتي مانويل مثلا، او جيم فير لي براسلي، او جيم فير لي ماكيت دو باتو. tu décris un objet، بتوصف شيء، فبتقول c'est une grande trousse، او mon sac à dos est grand et noir، بوصف يا اما بالاكتيفيتي يا اما بالكولور. هنا بالنسبة للإيميل بونجور، رد بونجور برضو، كل أكتيفيتي تو إم، بتحب إيه من الأنشطة؟ جادور ليز أكتيفيتي مانويل، بحب الأنشطة اليدوية. تو إم لي فير دير ماكيت أو دي براسلي، بتحب تعمل ماكيت أو براسلي؟ أو جيم فير لي براسلي، بحب أعمل حظاظات. إي كومون إي تو، وأنت إزاي أو صفاتك إيه؟ جو سوي سوسيابل أوردوني، أنا اجتماعي ومنظم. برضو سالو سالو كومون اي تاتروس، مقلمتك شكلها ايه، ماتروس اي بيتيت، صغيره، دو كال كولور، لونها ايه، الي مارون، لونها بني، كاسكو تويا دون تاتروس، وايه اللي معاك في مقلمتك، جي ان كريون، قلم رصاص، دي ستيلو، والي مجاف، اي اون جوم وجومه. بالنسبه للسوجي بقى بيقول لي هنا ديكري تون ساك ادو، اوصف شنطتك بتاعت المدرسه، جي ان جرون ساك ادو، عندي شنطه كبيره، دو مون ساك، في شنطتي، جي دي ليفر، عندي كتب، ايدي كايي وكراسات، وجي ان تروس روج، وعندي مقلمه حمراء، دو ما تروس، وفي مقلمتي اليا اون جام، في جومه، ان ستيلو، وقلم دي كريون دو كولور، وقلمه الوان، ان تيوب دو كول، ولزق. طب ديكري تا تروس، اوصف مقلمتك، جي ان بيتيت تروس، عندي مقلمه صغيره، الي روج، لونها احمر، دون ما تروس، في مقلمتي، اليا دي ستيلو، في قلم دي كريون وقلم رصاص، جي او سي ان فوتر، وعندي القلم اللي هو الماركر، وان تيوب دو بينتور، وقلم الوان، اليا او سي ان سور لينيور، وفي كمان قلم هايلايتر، وان جام وجوم. تمام. كده يبقى احنا حلقتنا خلصت النهارده. المره الجايه هنحل على اللسون دي، وهنشتغل اللسون الثانيه كمان. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. اورفوار.